حازم رح يوفي بالوعد لوعدك إياه، ما تخافي، بس لازم ضروري نشوفه لسمير. موبايلي موجود بالكيس، حكي مع سمير وخليه لقينا. سمير اسمعني، ما معي وقت من هون لساعة، لاقيني عند فراس بالمحل، ما فيني اشرح لك هلا ابدا. ايه ماشي، عم استناك لتتأخر. باي. وهيك هيك انعمل الفستان، قلت حرام يعني، وانا شو فيي ساعدكم؟ ما ضروري يكون في شغل بيناتنا يعني. ماما الفستان ابدا ما عجبني. وليش ما لبستيه لحتى انا اشوفه؟ يعني طالما ما عجبني ليش كل هالعذاب؟ طيب ما في مشكله، خلص انا بحلها، بعرف ديزاينر تاني، منروح بتشوفي شو بيعجبك من عنده. ايه ليش لا، بس اذا بتسمح لي ماما. بشرط واحد، بتروحوا مع المرافقه. أكيد ما في مشكلة ولا يهمك، بالنهاية يعني هو عرس واحد بحياتها، لازم تكون مبسوطة بفستانها. أوكي يلا خلينا ما نتأخر، عن إذنك. باي. جهز لي السيارة. وينه سمير هلا؟ هو عند رفيقه بالمحل ناطرنا، صاير المحل بالسوق الجديدة. طيب خلينا نتحرك يلا.